طيب ننتقل بقى للأستاذة صبحة، وطبعا أنا شايفة طبعا منتجاتك موجودة على الترابيزة قدامنا، اشرحي لنا بقى إيه المنتجات بتاعتك وإزاي بتعمليها واشتراكك في المعرض وحضرتك قاعدة يعني. المنتجات بتاعتي هي من موروث ثقافي، حرفة ثقافية متوارثة عن الجدة، هو التوب السيناوي. ولكن كانت الفكرة بتاعته في الأول هو توب ما هو إلا بتلبسه في المناسبات، الأفراح، الأعياد، ما شابه، وبعد كده بيتحط في الدولاب ملوش أي استخدام. طبعا فأنا من 22 سنة بدأت أشتغل على الحرفة دي، طلعت منها للنهاردة. يعني حتى في التقرير استغربت لأن ما كانوش جايبين الجناح بتاعي في المعرض، لأن طبعا هي موجودة اهي دلوقتي على الكاميرا، هي على موجودة الكاميرا كلها. طلعت من نفس الموتيفة ومن نفس الحرفة دي كل ما تستخدمه السيدة العصرية. جميل. يعني خدت وظفت التوب السيناوي الأصيل بألوانه الزاهية برسوماته الثابتة، وعملت منه كل ما موجود على تستخدمه الكاميرا. السيدة العصرية. التوب الأول كان بياخد وقت كتير جدا عشان يتعمل، كان بسعره عالي جدا ما بنعرفش نسوقه، فبدأنا نخفف 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 لما دخلنا كل الشغل. عندي حاجات تقليدية وعندي حاجات نمطية. جميل. طبعا انا مش عارفه اعرض لان الحاجه على الترابيزه مش عارفه اعرضها. لا لا لا، هي موجوده حضرتك على الكاميرا دلوقتي، كل حاجه واضحه وجميله، والالوان الزاهيه والشغل الجميل موجود على الكاميرا كله. عملت الشال. طب اللي حضرتك لابساه ده برده من منتجاتك؟ طبعا طبعا، ده رائع جدا حقيقه. على فكره انا بلبس من انتاجي، انا ما بلبسش من يعني، انا كل لبسي من انتاجي، دي حاجه. المنتج بتاعي صنع في مصر بكل فخر، لان كل خاماتي مصريه، كل الايادي اللي بتشتغل معايا مصريه، مفيش الفكره نفسها او الموتيفه نفسها مصريه. فالمنتج بتاعي من الالف للياء منتج مصري. دخلت اللي هو العصري جدا، الحاجات المودرن، بس بنفس الروح وبنفس البصمه السيناويه. يعني ما غيرتش في الموتيفه نفسها، الطابع السيناوي، ولكن غيرت الأصير. في الديزاين، يعني غيرت جميل. في الديزاين، لكن الفكره نفسها او الالوان نفسها او الرسومات نفسها هي ما غيرتهاش. جميل. طب برضو هسالك زي ما قلت الاستاذه ناهد، انطباع الناس على المنتجات الجميله دي؟ الحقيقه احنا بنتشوق جدا للمنتجات السيناويه في القاهره بقى واسكندريه والكلام ده، لانه مش بنلاقيها بشكل سهل. يعني دايما بنبقى محتاجين حد يكون مسافر وراجع وجايب الحاجات دي لسينا. لا، هو النهارده اصبحت، وده على فكره الشكر لازم يكون لدكتور غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، هي النهارده وفرت لنا المعارض، ومش بس لينا، هو بالنسبه لنا المعارض دي قناه تسويقيه، ولكن بالنسبه للشعب المصري بصفه عامه هو اتعرف اكتر على المنتج السيناوي، اتعرف اكتر احنا بنعمل ايه. احنا ممكن حد المنتج بتاعنا بيبقى يدوي من الالف للياء. جميل جميل. وسعره في متناول الجميع، مش غالي. وبرده يعني الاسعار الناس يعني مش جدا شايفاها غاليه جدا. طب خليني بس اقول حاجه يعني مهمه جدا الحقيقه يا جماعه. نتيجه الاقبال الشديد على المعرض منذ افتتاحه النهارده، كان المفترض انه يغلق لكنه تم مده يوم كمان لبكره ان شاء الله، ونتمنى يتمد تاني علشان الاقبال الجماهير المصريه على المنتجات الحرف اليدويه، سواء بقى اللي عاملينها الاستاذه ناهد او استاذه صبحه او طبعا كل المشاركين اللي موجودين اللي شفناهم في التقرير. طيب